كيف تقوم بعض الأجهزة الأمنية بإثارة الرعب لدى المواطنين؟ نشاهد كيف أن الأجهزة الأمنية تثير الرعب والفزع في قلوب مواطنين تماماً، كما تداول نشطاء تصويراً يظهر سيارة تابعة لوزارة الدفاع وهي تطلق النار قرب سيارة أجرة في بغداد، ما تسبب بذعر لدى الأطفال والنساء الذين كانوا يستقلون سيارة الأجرة. المقطع الذي ستشاهدونه طبعا سبب إحراجاً لإدارة عمليات أو قيادة عمليات بغداد، فاضطرت عمليات بغداد إلى نشر بيان تقول فيه باعتقال منتسب الدورية التي اعتدت على العائلة. يا الله عليك الله.